عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في درس آخر من دروس مادة الفلسفة. نحاول اليوم أن نقف دائما عند مجزوءة الطبيعة والثقافة، وأن نحاول دائما مراجعة المحور الثاني، وهو الإنسان كائن ثقافي. سنخصص هذه الحصة للقيام بالدعم وإعداد للفرد، دائما بعد نهاية كل محور سنحاول معا أن نخصص حصة للإعداد الفردي المحروس. كما تعودتم في مادة الفلسفة، بعد نهاية من كل درس نقوم بإنجاز فرد يكون بصيغ مختلفة. بالنسبة لمواصفات الفرد الثالث والرابع من الأسدس الثاني، يختلف عن مواصفات الفرد الأول والثاني في خلال الأسدس الأول. إذا ما الفرد؟ في الدورة أو في الأسدس الثاني نقف عند أو نختار نص قصير مرفق بأربعة أسئلة، في حين أنه خلال الأسدس الأول كنا بصدد طرح أربع أسئلة مختلفة تتناول البرنامج الدراسي المخصص للدورة الأولى ككل. نعم، بالنسبة للنص القصير المرفق بأسئلتين أو بأربع أسئلة، السؤال الأول والثاني يتضمنان طلب فهم النص وإدراكه في مجاله أو في وحدته. بطبيعة الحال نحاول أن نختار نصاً قصيراً ونرفقه بأربعة أسئلة. ما هي هذه الأسئلة التي نضعها باعتبارها مشكلة لبنية النص؟ هذه الأسئلة: أولاً، نحاول الوقوف عند الإشكالية التي يعالجها النص. لا بد وأن النص يجيب على سؤال أساسي أو على مجموعة من الأسئلة. إذا سنحاول نحن أن نكشف من خلال قراءتنا المتأنية والهادئة للنص، أن نقف عند السؤال الذي يجيب عنه النص أو الأسئلة التي يجيب عنها النص. ثم بعد ذلك نقف عند السؤال الثاني والذي يطلب من خلاله الوقوف عند أطروحة النص. وبطبيعة الحال ماذا نعني بأطروحة النص؟ وهي موقف الفيلسوف أو تصور الفيلسوف، أو كما قلنا جواب الفيلسوف عن السؤال المطروح. إذا ويخصص لكل سؤال خمس نقاط بطبيعة الحال، وهذه النقاط يحصل عليها التلميذ عندما يكتب بخط واضح وبلغة سليمة خالية من الأخطاء، بالإضافة إلى الكتابة بشكل متسلسل، وأن تكون الأفكار واضحة ويعني متسلسلة. ثم السؤال الثاني أو عفوا الثالث والرابع يتضمنان مطلب التحليل من خلال، إذا تلاحظون السؤال الأول والثاني يتضمن مطلب فهم النص. إذا نقف عند الإشكالية والأطروحة، ندرك من خلالهما مدى استيعاب التلميذ للنص، ثم بعد ذلك ننتقل إلى السؤال الثالث والرابع، وهما سؤالان يتضمنان ماذا؟ مفاهيم النص، ثم البنية الحجاجية للنص. إذا نهدف من خلال طرح السؤال الثالث أن نقف عند المفاهيم الفلسفية المشكلة لبنية النص. بطبيعة الحال ليست كل الكلمات الواردة في النص هي مفاهيم فلسفية، وأنتم درستم في الأسدس الأول ماذا نعني بالمفهوم الفلسفي وخصائص المفهوم الفلسفي. هي فرصة من خلال جوابنا على هذا السؤال أن نقف عند المفاهيم ونميزها عن غيرها من الكلمات والألفاظ. ثم أيضا ننتقل إلى السؤال الرابع، والسؤال الرابع تلاحظون يروم البنية الحجاجية. ما المقصود بالبنية الحجاجية؟ وهي الأساليب التي اعتمدها الفيلسوف من أجل إثبات فكرته أو دحض فكرة أخرى. إذا ويخصص دائما للسؤالين الثالث والرابع
5 نقاط لكل واحد لكل واحد منهما. وبطبيعة الحال كما قلت سلفا، ف5 نقاط تعطى للتلميذ عندما يجيب على الأسئلة بنوع من المنطق والتسلسل، ولا تكون لديه أخطاء إملائية وأخطاء معرفية. بطبيعة الحال هذه الأسئلة لا نجيب عليها بنعم أو لا، لأنكم تلاحظون 5 نقاط لا يمكن أن نمنحها للتلميذ عندما يجيب بنعم أو لا، وإنما ينبغي أن يكتب فقرة متسلسلة كما قلت وغنية معرفيا ومنهجيا، حتى نستثمر ما قلناه الآن ونبين كيف يمكن أن نشتغل على النص الفلسفي بالنسبة لتلاميذ الجذوع المشتركة. أدعوكم لنقوم معا بإنجاز هذا الفرض البسيط جدا، وهو محاولة تحليل نص، اخترت لكم نصا للفيلسوف أو أنثروبولوجي مارينوفسكي، بطبيعة الحال لابد عندما يعطينا الأستاذ النص لكي نشتغل عليه في حصة الفرض، ينبغي أن نقرأه قراءة متأنية، وهادئة، حتى نتمكن من استيعاب مضامينه، وإذا تمكننا من استيعاب مضامينه سنتمكن من ماذا؟ سنتمكن من الإجابة عن الأسئلة المطروحة. نعم، لاحظوا معي، إن السلوك المميز للكائن المتمدن، يختلف جوهريا، عن سلوك الحيوان في حالته الطبيعية. إذا لاحظوا معي، السلوك المميز للكائن المتمدن يختلف عن سلوك الحيوان في حالته الطبيعية. فمهما كانت ثقافة الإنسان البدائي بسيطة، فإنه كان يملك مجموعة من الأدوات والأسلحة والمعدات المنزلية، وقد تطور في وسط اجتماعي يساعده ويراقبه في نفس الوقت، فهو يتواصل مع الآخرين بواسطة اللغة، ويتوصل إلى صياغة مفاهيم عقلية ودينية أو سحرية. فالإنسان يتوفر على مجموعة من الممتلكات المادية، ويحيا ضمن نظام اجتماعي، ويتواصل بمساعدة اللغة، ويستقي حوافز سلوكه من منظومة القيم الروحية للجماعة. لاحظوا معي هنا نقطة، وتلك هي المجموعات الأربع الكبرى التي نصنف ضمنها مجمل المكاسب الثقافية للإنسان. أعيد قراءة النص مرة أخرى، إن السلوك المميز للكائن المتمدن يختلف عن جوهريا عن سلوك الحيوان في حالته الطبيعية. لاحظوا معي، أنا أقرأ النص قراءة ثانية، أنتم أيضا ينبغي أن لا تتوقفوا عند القراءة الأولى للنص، بل ينبغي أن نقرأه مرة أولى وثانية وثالثة ولما لا رابعة حتى يمكن أن نفهمه. نعم قلنا، فمهما كانت ثقافة الإنسان البدائي بسيطة، فإنه كان يملك مجموعة من الأدوات والأسلحة والمعدات المنزلية، وقد تطور في وسط اجتماعي يساعده ويراقبه، وفي نفس الوقت فهو يتواصل مع الآخرين بواسطة اللغة، ويتواصل إلى صياغة مفاهيم عقلية ودينية أو سحرية. فالإنسان يتوفر على مجموعة من الممتلكات المادية، ويحيا ضمن نظام اجتماعي، ويتواصل بمساعدة اللغة، ويستقي حوافز سلوكه من منظومة القيم الروحية للجماعة. وتلك هي المجموعات الأربع الكبرى التي نصنف ضمنها مجمل المكاسب الثقافية للإنسان. إذن أول خطوة ينبغي أن نقوم بها بعد قراءتنا الأولى والثانية للنص، أن نطرح سؤال على أنفسنا، ماذا يريد، ما هي فكرة النص، وما هو السؤال الذي يجيب عنه النص،
وكما هي الحجاج التي استعملها الفيلسوف. إذا دائما نعيد قراءة النص مع شرحه في نفس الوقت. إن السلوك المميز للكائن المتمدن، هنا نتحدث عن الإنسان الكائن المتمدن المتحضر الذي ينتمي إلى عالم الثقافة، إلى عالم الحضارة، ماذا يقول عنه؟ يختلف. إذا ماذا يفعل هنا الفيلسوف؟ يقارن بين الإنسان والحيوان. إن السلوك المميز للكائن المتمدن يختلف جوهريا، يعني بشكل كبير جدا، عن سلوك الحيوان في حالته الطبيعية. إذا ما قارنا بين سلوك الإنسان وسلوك الحيوان، نجد أن هناك اختلاف جوهري، اختلاف كبير جدا بينهما. فمهما يستمر هنا الفيلسوف في شرحه للفكرة، فمهما كانت ثقافة الإنسان البدائي بسيطة، فإنه كان يملك مجموعة من الأدوات والأسلحة والمعدات المنزلية. لاحظوا، لكي يفسر الفيلسوف فكرته ماذا فعل؟ عمد إلى استعمال المثال. المثال، ما هو المثال الذي قدمه؟ مثال الإنسان البدائي. إذا تعرفون جميعا ماذا نعني بالإنسان البدائي؟ إذا الإنسان البدائي الذي كان بسيطا في سلوكاته وكان والموجودات التي كانت تحيط به كانت بسيطة أيضا. ولكن ماذا قال هنا مالينوفسكي؟ قال: فمهما كانت ثقافة الإنسان البدائي بسيطة، فإنه كان يملك مجموعة من الأدوات. يعني ربما قد نعتبر للوهلة الأولى قد نقول بأن الإنسان البدائي كان لم تكن لديه وسائل وأدوات بالنسبة لصاحب النص هنا. قال: بل بالعكس من ذلك، حتى ونحن نتحدث عن الثقافة البسيطة أو عن الإنسان البسيط جدا، نجد أن كانت لديه أدوات وأسلحة ومعدات منزلية. إذا هذا فرق بسيط بين الإنسان والحيوان حسب مالينوفسكي. ويضيف: وقد تطور في وسط الاجتماع، يعني أن الإنسان البدائي كان يعيش في وسط اجتماعي، يعيش مع الناس ومع الآخرين ويعقد علاقات تساعده، هذا الوسط يساعده عبر ماذا؟ عبر التعاون، عبر تقديم يد المساعدة كما قلنا من خلال تصرفات متعددة، وأيضا يراقبه عبر ماذا؟ عبر التربية. إذا حتى الطفل الصغير نلقنه ما نريد وما لا نريد، وليس ما نريده نحن وإنما ما يريده المجتمع. إذا بإنسان بدائي لديه ثقافة كما يقول بذلك مالينوفسكي. في ماذا تتجسد؟ تتجسد في صناعة الأدوات والأسلحة والمعدات المنزلية. هنا نتحدث عن الإنتاجات المادية الملموسة التي يصنعها الإنسان. وقد تطور في وسط اجتماعي يساعده ويراقبه كما قلنا، فهو يتواصل مع الآخرين بواسطة اللغة. لاحظوا معي، في دروسنا السابقة بينا أن اللغة مظهر ثقافي أخرجت الإنسان من عالمه الحيواني وجعلت منه إنسانا بطبيعة الحال. وأيضا لاحظوا معي هنا الصناعة والأسلحة والمعدات المنزلية بصفة عامة، الإنتاجات المادية. من الفلاسفة من يعتبر أن الإنتاجات المادية هي التي أخرجت الإنسان من عالمه الحيواني وولجت به إلى عالم الثقافة. إذا المجتمع والنظام، لاحظوا معي هنا وسط اجتماعي نعني به المؤسسات التي تراقبه وتساعده. إذا نلاحظ هنا هذا النص يختزل مختلف مظاهر الثقافة التي سبق وأن تحدثنا عنها في دروسنا، ويتوصل إلى صياغة مفاهيم عقلية ودينية أو سحرية. ماذا نعني بذلك؟ نحن نستقي أو سيتحدث عنها الفيلسوف فيما بعد. فالإنسان يتوفر على مجموعة من الممتلكات المادية، هي التي أشرنا إليها سلفا، متجسدة في الأدوات والأسلحة والمعدات المنزلية، ويحيا ضمن نظام اجتماعي. لاحظوا معي، وقد تطور في وسط اجتماعي يساعده ويراقبه. ثم أيضا يتواصل بمساعدة اللغة، أشرنا إليها، وظيفة اللغة هي ماذا؟ هي تحقيق التواصل، ويستقي حوافز سلوكه من منظومة القيم الروحية للجماعة.
إذن نحن نسلك ونتصرف وفق منظومة القيم الأخلاق التي تلقن إلينا منذ صغارنا، منذ طفولتنا، سلوكات صادرة عنا ماذا لا يمكن أن نقول عنها مستقات من القيم الروحية للجماعة. وهنا قلت سلفا ركزوا معي، وضع الفيلسوف نقطة لأنه سيستنتج فيما بعد، وتلك هي المجموعات الأربع. المجموعات الأربع نلاحظ هنا مجموعة أو أربع مجموعات كبرى تشكل المظاهر الثقافية للإنسان. المجموعات الأربع الكبرى التي نصنف ضمنها مجمل المكاسب الثقافية للإنسان. هذا ما قدمته الآن هو مجرد شرح بسيط لمضمون النص. نحاول أن نشتغل معا الآن على العناصر المنهجية لتحليل وفهم النص الفلسفي. أول عنصر يمكن أن نقف عنده وهو إشكالية النص. قد قلت سلفا الإشكالية نعني بها ماذا؟ السؤال الذي يجيب عنه النص، ثم القضية العامة التي يعالجها، السؤال والقضية التي يتحدث عنها النص. إذن يمكن أن نقول هنا يناقش النص ماذا؟ إشكالية الإنسان كائن، إشكالية الإنسان كائن ثقافي. لاحظوا معي محور درسنا اليوم ومراجعتنا اليوم ودعمنا هو الإنسان كائن ثقافي. إذن يكفي الآن أن نشير إلى الأسئلة. لماذا يعتبر الإنسان كائنا ثقافيا؟ لماذا يعتبر الإنسان كائنا ثقافيا؟ لماذا من خلال النص؟ ثم ما هي مظاهر الثقافة لدى الإنسان؟ ما هي مظاهر الثقافة لدى الإنسان؟ ننتقل إلى المطلب الثاني وهو أطروحة النص، ويخصص كما قلت سلفا لكل عنصر من هذه العناصر خمس نقاط. نعم، أطروحة النص نقف عند ماذا؟ نقف عند تصور الفيلسوف أو فكرة الفيلسوف. بطبيعة الحال هناك موقف، هناك رأي يدافع عنه. إذا نلاحظ أن مالينوفسكي يدافع عن أطروحة مفادها أن الإنسان كائن ثقافي. إذا أجبنا، نحاول أن نجيب عن الأسئلة التي طرحناها. الإنسان كائن ثقافي، وتتجلى مظاهر الثقافة في ماذا؟ من خلال النص. في ماذا تتجلى مظاهر الثقافة؟ لاحظ كما شرحنا، تتجلى مظاهر الثقافة في الإنتاجات المادية، الأسلحة، المعدات المنزلية إلى غير ذلك. تتجلى أيضا في اللغة، في القيم والنظام الاجتماعي. إذا لا يمكن أن نفصل هذه المظاهر الثقافية. صاحب النص جمعها واعتبرها هي كل المركب، لا يمكن أن نجزئه. ثم سننتقل الآن إلى كما قلنا إلى البنية المفاهيمية. إذا كما لاحظتم وكما قلت سلفا، عندما نتحدث عن المفاهيم الواردة في النص لا نقف عند الكلمات والألفاظ، وإنما نقف عند المفهوم الفلسفي. إذا هذا النص لن نستخرج كل الكلمات الواردة فيه، إن السلوك سنقف فقط عند المفاهيم الفلسفية. إذا أول مفهوم نقف عنده وهو الكائن المتمدن، لأنه مفهوم أساسي في النص. ماذا نعني به؟ الكائن المتمدن هو الإنسان باعتباره كائنا ثقافيا استطاع إنتاج الثقافة والحضارة. الإنسان هنا باعتباره كائنا ثقافيا يعني يختلف عن الحيوان كما جاء من خلال النص. ماذا فعل؟ لماذا اختلف عن الحيوان؟ لأنه استطاع إنتاج الثقافة والحضارة. ثاني مفهوم سنقف عنده وهو، لاحظوا معي من خلال النص، حالة الطبيعة كما تعرفتم على ذلك من خلال الدروس، هي الحالة الحيوانية والغريزية. لأنه عندما نعرف الإنسان أنه حيوان ثقافي، ماذا نعني بذلك؟ نشير إلى البعد الحيواني الغريزي المشترك بينه وبين الحيوان، ولكن الإنسان تجاوزه وتفوق عنه عندما أنتج الثقافة. المفهوم الثالث وهو مفهوم أساسي أيضا وهو موضوع درسنا، الثقافة. إذا ماذا نعني بالثقافة؟
الثقافة هي كل ما أنتجه الإنسان سواء كان مادياً مثل الأسلحة والمعدات المنزلية كما هو وارد في النص، أو رمزياً مثل القيم، لغة كما قلنا، القوانين وإلى غير ذلك، تعتبر إنتاجات رمزية بسيطاً كان أو معقداً. يعني حتى الإنسان البدائي هو بسيط في الإنتاجات التي أنتجها، ومع ذلك نقول أن لديه ثقافة ثم مفهوم آخر وهو مفهوم أساسي وارد في النص، مفهوم المجتمع. المجتمع ماذا نعني به؟ المجتمع ليس هو الاجتماع أو التجمع. لماذا؟ المجتمع هو الوسط الذي يعيش فيه الإنسان، ولكن ماذا يميزه لحتى يمكن أن نسميه مجتمعا ويكتسب منه قيمه وضوابط سلوكه؟ المجتمع تحكمه قوانين، تحكمه أنظمة، تسود فيه أخلاقيات وقيم، وهذا ما يريد أن يبلغه لنا مالينوفسكي. نعم، ثم مفهوم آخر وهو مفهوم اللغة. اللغة كما سبق وأن تطرقتم إلى ذلك من خلال دروسنا، اللغة هي وسيلة للتواصل بين الأفراد داخل الوسط الاجتماعي الذي يعيشون فيه. إذن نحن دائما نشرح المفاهيم من خلال ماذا؟ من خلال سياقها في النص، لا نشرحها كما نريد نحن، وإنما كما وردت في سياق النص. لاحظوا معي ماذا قال عن اللغة، فهو يتواصل مع الآخرين بواسطة اللغة. ماذا قلنا نحن؟ اللغة وسيلة للتواصل بين الأفراد داخل الوسط الاجتماعي الذي يعيشون فيه. ثم القيم الروحية. القيم الروحية هو مفهوم وارد في النص. نعم، لاحظوا معي، ويستقي حوافز سلوكه من منظومة القيم الروحية للجماعة. ماذا نعني بالقيم الروحية للجماعة؟ مجموع القيم أو المثل الأخلاقية والدينية والعقلية التي تحفز الفرد على السلوك الخير. نحن نسلك ونتصرف وفق ما يريده منا المجتمع، وفق ما تريده منا الأخلاق والدينية والعقلية، وفق ما تريده العادات السائدة والأخلاقيات السائدة. إذا هنا نكون قد انتهينا من البنية المفاهيمية وننتقل إلى البنية الحجاجية. البنية الحجاجية للنص، دائما كما قلنا نقرأ النص إلى حدود النقطة، وإذا لم إذا كانت النقطة يعني الفكرة بعيدة أن نستمر في قراءتها، يمكن أن نقف عند الفاصلة ونحاول أن نطرح سؤال على أنفسنا. نطرح السؤال وهو: ماذا يقول الفيلسوف؟ وكيف يقول ذلك؟ ماذا؟ يعني نحاول أن نفسر الفكرة، ثم ماذا يقول أو كيف يقول؟ نقف عند الحجاج أو عند الأساليب الحجاجية التي اعتمدها. لاحظوا معي كما قلت أثناء شرحي للنص، إن السلوك المميز للكائن المتمدد يختلف عن الحيوان. إذا ما هو الأسلوب الذي اعتمده هنا الفيلسوف؟ نعم، اعتمد المقارنة. يقارن الكاتب أو الفيلسوف أو الأنثروبولوجي يقارن بين سلوك الإنسان الذي يختلف بشكل جوهري عن سلوك الحيوان، موضحا يعني مؤكدا ذلك بماذا؟ كما شرحت سلفا، موضحا ذلك بمثال ماذا؟ الإنسان البدائي، موضحا ذلك بمثال الإنسان البدائي. لاحظوا معي، وضعت الحجاج بلون مغاير، حتى ينبغي أن تقفوا عند الفكرة وعند الحجة. إذا أهملتم الحجاج سيكون جوابكم ناقصا، وبالتالي لن تحصلوا على 5 نقاط التي سبق وأن تحدثنا عنها. إذا يقارن الكاتب بين سلوك الإنسان الذي يختلف بشكل جوهري عن سلوك الحيوان، موضحا ذلك بمثال الإنسان البدائي الذي رغم بساطة ثقافته كان يمتلك كل مكونات الثقافة المتمثلة في ماذا؟ دائما نعود إلى النص، المتمثلة في الممتلكات المادية. هذه الممتلكات المادية هي أيضا أمثلة نوضح من خلالها مثال أكبر وهو الإنسان البدائي أنه كانت لديه ثقافة. الممتلكات المادية مثل الأدوات والأسلحة والمعدات المنزلية، النظام الاجتماعي يساعد الفرد ويراقبه كما لاحظنا،
ثم نعم قلنا النظام الاجتماعي، اللغة، نعم اللغة التي يتواصل بها الإنسان مع الآخرين، إذا هي أيضا مكسب ثقافي أو مظهر ثقافي، منظومة القيم الروحية، منظومة القيم الروحية للجماعة من خلالها يستقي الإنسان المفاهيم العقلية والدينية والسحرية. وبطبيعة الحال نقف عند مستوى آخر حجاجي، كما قلت لكم سلفا انتبهوا معي، وضع الفيلسوف نقطة لأنه سيستنتج، نقول خلص أو استنتج الأنثروبولوجي أو خلص الأنثروبولوجي إلى المكاسب الثقافية للإنسان والذي تتجلى في الممتلكات المادية. نحن نعيد ما قاله في بداية النص لأن نهاية النص هو مجرد استنتاج أو خلاصة، الممتلكات المادية، النظام الاجتماعي، اللغة، ثم منظومة القيم الروحية للجماعة. نعم أشكركم على حسن انتباهكم وعلى حسن إصغائكم، وإلى درس آخر وإلى مراجعة أخرى لبقية محاور جزء الطبيعة والتقدم.